مرحبا مجددا. على حسب وش قريت وش نعرف وش شفت وش سمعت فيما يخص موضوع الباك يو اف سي، قلت لكم في الفيديو السابقة انه هذا العام 2022 طلبوا شهادة بكالوريا كالعادة، يعني كل سنة يوم التسجيل او شهادة جامعة تكوين متواصل، ما طلبوش على حسب وش نعرفه والله اعلم، وما طلبوش شهادة بكالوريا جامعة تكوين متواصل. ولكن نصيحتي لكم، أنا نصيحة من عندي كأخ أو كأب أو كابن أو كصديق أو كزميل، أنا نصيحتي من عند نصيحة لي من عندي لكم، أنه إذا كنت حاصل على باك يو اف سي سجل، إذا كان عندك باك يو اف سي وما زالك تقرأ في جامعة يو اف سي سجل، إذا كان عندك باك يو اف سي وقريت في يو اف سي وديت له الدبلوم تاع اليو اف سي مثلا قانون الأعمال أو ما شابه ذلك فسجل. يعني أي واحد تحصل على الباك لـ UFC يسجل. بالنسبة للناس اللي ما توفرش فيهم الشروط، أنا كل عام نحكي هذا الموضوع نفسه، الناس اللي ما توفرش فيهم الشروط، ماذا بكم ما تسجلوش؟ وعلاش ما تسجلش؟ مانيش نحسدكم، أنا ما عندي ما ندير بالقرعة الأمريكية ولا بلا جرين كارت هذه، الحمد لله هذا من فضل يا ربي. لأنك أنت لما تسجل ما فيكش الشروط، لما تسجل وتربح تربح يعني التوفيق من الله عز وجل، ثم أظهر لما تروح للمقابلة ما يكونوش فيك الشروط، سوف يتم رفضك. وش معناها رفضك؟ معناها شغل أنت يا كيما يقولوا بالدرجة تاعنا، شغل تدي واحد معك البحر ما يعوم ما يعس الحوايج، أنت ما رحت ما خليت الناس يروحوا. إذا ما فيكش لا ما عندكش الباك وما عندك شهادة جامعية، وإلا مثلا ما عندكش ضامن وما حش تشكل عبء على الحكومة، ولا كنت مثلا كبير في اللاج، ولا ما على باليش انا ما عندك حتى خبره، ولا يا اخي خلي الفرصه واحد اخرين، وهذا درس مليح ليك، روح اقرا، دير الباك، جيب الباك تاعك اقرا، على كل حال مبروك على كاع الناس اللي جابوا الباك، ولا روح دير حرفه، ولا دير تخصص دير فيه خبره، مازال الوقت يعني ما حش تخلص الدنيا على كل حال، الله يهدينا على كل حال ثاني. وانما ما تبقاوش يعني تسجلوا وانتم ما فيكم الشروط، وهذا منطق يعني، ماشي انا راني جاي ضدكم ولا تقولوا على بيضك. بعض الناس يقولوا لي انت واش دخلك وحسدتنا وهذه امريكا ماشي تاعك وما خلاها لكش بابك، هذه امريكا ماشي تاعي والقرعه الامريكيه ماشي تاعي، انا راني نقولها لكم، لانه خلوا الناس اللي فيهم الشروط هما اللي يسجلوا. واحد انسان اللي توفر فيه شروط، لانه القرعه الامريكيه دي عندها شروط فيها شروط سجل. دوك واحد مثلا سنه تاسعه وما عنده حتى شهاده، ما عنده والو، يعني شرط واحد ما فيهش، ما عندوش، يروح يسجل ومن بعد يخرج زهر، هي زهر، يخرج زهر يبعث لي رساله يقول لي يا طارق بارك الله فيك على الفيديوهات، انا ولا غير بحث صح نافيا ماني، رحت المقابله رفضوني. بيان سير يرفضوك، تسمى نتايا ما توفرش فيك شروط، سجلت زاحمت الناس، وفينالمون نتا ما رحت ما خليت الناس يروحوا. الله يهديكم ان شاء الله. دونك هذه هي، والسلام عليكم.